السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم كل متابعين قناة وعد الخير أينما كنتم. إن شاء الله النهاردة شرح جديد، وجايب لكم برنامج مونتاج جديد جدا وفيه إمكانيات رهيبة جدا جدا، ممكن يخليك تستغنى عن كل برامج المونتاج اللي على تليفونك، وبصراحة في إمكانيات رهيبة. هندخل على المتجر على طول، وهنا بتكتب اسم البرنامج، بتكتب فيلم ميكر، اسمه فيلم ميكر، وبتعمل بحث، بيظهر معاك في نتائج البحث على طول اول واحد فوق ده اللي هو ده، زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. ده شكله صانع الافلام، مجان ومحرر للفيديو. بعد ما بينزل معاك بيتثبت معاك على التليفون، بتروح عشان تفتح البرنامج، تضغط عليه يفتح معاك. اول مرة عشان انت هتنزل البرنامج ما عندكش فيديوهات عليها، يظهر لك علامة كلمة نيو وعليها علامة زائد، بتضغط عليها وهنا بتظهر معاك الشاشة دي. ما بتضغطش على اي خيار من الخيارات دي خالص، في علامة زائد تحت على اليسار تحت، بتضغط عليها وهنا بيعرض لك المعرض كل الفيديوهات وكل الصور اللي عندك على التليفون. بتضغط على كلمة فيديو وهنا بيجيب لك الفيديوهات، وهنا بتدخل تختار الفيديو اللي انت عايز، بتضغط عليه ضغطة كده اهو، اهي الفيديوهات زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بتضغط ضغط على الفيديو، وبعدين بتضغط على علامة صح على اليمين فوق، وهنا بينزل معاك الفيديو للمونتاج. ظهر زي ما انتوا شايفين الفيديو على الشاشة اهو. اول حاجة بتضغط ضغط على الفيديو على الخط اللي تحت بتاع الفيديو، وهنا بيظهر لك هنا مسح وقص وتعديل على الفيديو. لو انت عايز تقص جزء معين من الفيديو بتضغط على علامة المقص، بتضغط عليها ضغطة، وعايز تقص من جهة اليمين مثلا او من جهة اليسار، الجهة اللي انت تحبها، بتضغط على الجهة اللي انت عايز تقص منها، وبتاخد الشاشة على الجهة اللي عكسها. وهنا بيكتب لك على الشاشة زي ما انتم شايفين، بيكتب الوقت، بيكتب وقت القص، شوف الوقت اللي انت عايزه قد ايه وبتوقف، وبعدين بتضغط على علامة المقص وبيتم القص. لو من ناحية اليمين نفس القصة، بتاخد الشاشة بتروح لجهة اليمين بالقص، وبيكتب لك برضو على الشاشة الوقت، وبتقف وبتعمل مسح وبيتم بيتم القص. حلو كده. برضو حاجة تاني دلوقتي، هنا في على الجنب هنا اهو في خمس ست خيارات. الخيار الاول اللي فوق ده اللي زي علامة القلم دي، بتضغط عليه، وده هنا مؤثرات على الصورة وعلى الفيديو، بتشوف المؤثر اللي انت عايزه كده مثلا او هتبقى كده، اي مؤثر بتضغط عليه، الشاشة بتتغمق او بتفتح او اللون بيبقى غامق او فاتح او اضاءة عالية او اضاءة منخفضة، دي تأثيرات كلها على الفيديو. اي تأثير انت هتختاره بتضغط بعد كده على علامة صح. وممكن التأثير ده كمان بتقدر تخليه يمشي مدة محددة، لو انت عايز ما يمشيش طول مدة الفيديو. هنا جايب لك زيرو ومينت، يعني الدقيقة، بتضغط عليها وبتحدد الوقت. هنا بتضغط وبتكتب هنا الوقت بالثانية، يعني لو عايز دقيقة بتكتب 60 ثانية، وبتضغط على تم، وبعدين بتضغط على علامة صح كده. وهنا التأثير اللي انت اخترته هيمشي معاك مثلا 60 ثانية اللي انت اخترته. وتاني خيار يا جماعة على اللي هو على اليمين تحت علامة القلم، الموسيقى. اذا ضغطنا على الموسيقى هنا في موسيقى مجانية تبع الفيديو، بتقدر تختار اي موسيقى، ها كل دي موسيقى، تقدر تضغط على اي واحدة في دول على السهم اللي هنا، بتنزل الموسيقى وبعدين بتضاف للفيديو. يعني مثلا بتضغط على دي كده، بتنزل هنا معاك الموسيقى تحت، بتروح ضغط على علامة صح كده، الموسيقى جات على الفيديو اهي، نشغل
زي ما انتم شايفين كده انا ضفت الموسيقى على الفيديو، وبختار الموسيقى اللي تناسبني. في كذا موسيقى مجانية، لو انت مش عايز وعايز تنزل من على التليفون بتاعك برضو عادي، عندك كل الخيارات. عايز تنزل من موسيقى البرنامج اوكي، مش عايز بتنزل من على الموسيقى اللي عندك على التليفون. ثالث خيار يا جماعة اللي هو بقى تحت علامة اللي هو زي حرف التي ده، بتضغط عليه، وده هنا برضو بتقدر تحط نص هنا بتضغط عليه كده، وبعدين تضغط على علامة صح. وبعدين هنا لو انت عايز تكتب هنا اي نص، بتكتب النص للفيديو مثلا، اشتركوا في القناة او اي نص للفيديو، وبعدين بتضغط برضو على علامة صح وكده اتثبت معاك. بعدين الخيار اللي تحت منها اللي هي زي علامة الاموشن دي، بتضغط عليها وهنا بيظهر لك على الفيديو هنا انك انت تحط لايك وتحط زر الجرس والكلام ده، دي حالات مجانية على الفيديو. بتضغط على اي واحدة فيهم، تضغط على اي واحدة فيهم بتيجي على الـ على الـ على الـ الفيديو اهي زي ما انتم شايفين كده. اي واحدة من دول اللي تحت، كل دول لايك وسبسكرايب وزر الجرس وكده، كلها دي حاجات تبع البرنامج، وبتقدر تحطها في اي مكان في الفيديو. يعني بتقدر تحطها فوق تحت يمين شمال في اي مكان، وبعدين بتضغط علامة صح عليها وكده خلاص اخترتها. وبعدين هنا الخيار اللي تحت علامة الاموشن دي اللي هو المربع ده، بتضغط عليه، وهنا ده وضع الشاشة، شاشة يوتيوب ولا بتنشر على الفيسبوك ولا بتنشر على تويتر ولا بتنشر على فين، دي كلها وضع الشاشات. طبعا وضع شاشة اليوتيوب اول واحدة على اليسار اللي هي 16:9، بتضغط على 16:9 لو انت هتنشر على اليوتيوب، ولو انت هتنشر على اي موقع تاني بتختار الشاشة اللي هي تناسبه، وبعدين بتضغط هنا على علامة صح كده ثبتت معاك. بعد منها علامة المايك اللي هي تحت المربع دي، بتضغط عليها ودي بتقدر تسجل صوت تحطه على الفيديو لو انت الصوت مش عاجبك او عايز تغير الصوت. بتضغط على علامة المايك تحت اهي، بيعد معاك من 3 لـ1 وبيبدأ معاك كده، وبعدين بتعمل ايقاف، وبعدين بتضغط علامة صح وبنيجي نشغلها. اشتغلت، بس هي صوتها واطي عشان صوت التسجيل بتاع الفيديو ده كده. علامة المايك معناها بتسجل صوت بتحطه على الفيديو. بعدين تحت منها في علامة تاني المدورة دي كده، بتضغط عليها، ودي اول خيار منها اللي هو برو، وده اللي هو بيخفي العلامة المائية للبرنامج. لو انت مش عايز العلامة المائية بتاعت البرنامج بتظهر، بتضغط عليها مش هتظهر معاك. الخيار اللي جنب منها برضو زي كده مكتوب عليها برو كوستوم، بتضغط عليها وهنا تقدر تحط صورة على الفيديو، تختارها اي صورة اهي، اختار مثلا الصورة دي بتحطها في اي مكان انت عايزه، وبعدين بتضغط على علامة صح وكده بيتم اختيارها. حلو كده. وده يا جماعة يعني شرح كده للبرنامج، وطبعا انت مع نفسك بتشوف في حاجات وتكتشف برضو في حاجات. بالنسبة للصوت يا جماعة بضغط ضغطة على الفيديو تحت وبيظهر معايا الصوت، بضغط عليه هنا بعلي، بخليه 110 150 160 لغاية 200% لو انا عايز اعلي الصوت. عايز اوطي الصوت برجع لورا بخليها 100 120 او 80 او 90 او زي ما انا عايز، وبعدين بضغط على علامة صح. وبكده يكون احنا شرحنا الفيديو، يا رب يكون عجبكم الشرح. والبرنامج لسه فيه مميزات تانية ما شرحناش كل المميزات فيه عشان ما اطولش عليكم، واكتشف كل حاجة مع نفسك. برنامج سهل جدا وبرنامج جميل جدا للمونتاج. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.